اهلا بكم اعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم معنا في حصه جديده من لمه الكوزينه. دائما نجيكم وصفات سهله اقتصاديه ونجحه باذن الرحمن من اول تجربه. اليوم جبنا لكم زوج تحليات، يعني جبنا لكم حاجه الاولى طلبتوها منا هي ليمونه اللي كنتوا طلبتوها منا بزاف، وجبناها لكم اليوم ان شاء الله باش تجربوها معنا قهوه العصر ان شاء الله. وجبنا لكم تحليه ثانيه، تحليه بالموز، تحليه بزاف سهله واقتصاديه يقدروا يجوا يديروها هذوك البنات الصغار اللي يدخلوا مبتدئين الكوزينه تاعنا. واش نحتاجوا في المقادير تاع البريوش تاعنا؟ نروحوا نجيبوا الجفنه تاعنا. اكيد شوف نحتاج لهنا، نحتاجوا فيهم عندنا كاس تاع حليب، عندنا نص كاس تاع الماء، زوج مغارف تاع الزيت في الفلامونه تاعنا، نحتاجوا عندنا مغرفه كبيره تاع الخميره تاع الخبز، عندنا حوالي مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، نحتاجوا اكيد الملح باش ما يجيناش صامط، نحتاجوا لهنا زوج مغارف كبار تاع السكر، حبه بيض. يعني هذا واش نحتاجوا في البريوش تاعنا فقط، يعني خلوها نعجنوها خلوها تخمر ونروحوا للوصفه تاعنا. شوفوا نحطوا المقادير تاعنا هنا، عليك نجيب الجفنة تاعي تاعنا هاي. واش ندير انا لهنا؟ ندير كاس الحليب تاعي بسم الله، يكون احسن يكون دافي هاي لك بسم الله. ديروا كاس نتوما ونزيدوا نص كاس تاع الماء هاي لك لهنا، يعني كل حاجه راح نديرها لهنا نص كاس تاع الماء. شوفوا عندي حبه تاع البيض، لازم لكم الحبه تاع البيض تاعكم لهنا هاي لك لهنا تاعنا. نضيف عليها عندنا سكر ولا حوالي زوج مغارف كبار تاع ماكله هذيك المغرف بسم الله. ماذا بينا تواصلوا معنا على الرقم اللي راه يظهر اسفل الشاشه، والوصفه راهي تبان لكم على يمين الشاشه تاعنا. عندنا خميره تاع الحلوى كيف خميره تاع الخبز عفوا لهنا. شوفوا عندي مغرفه معمره مليح عليك لهنا هذه مرحله. عندنا قلنا مغرفه صغيره تاع خميره الحلوى نضيفوها. نروحوا الوصفه هذه تاع الليمونه تاعنا اللي قلت لكم طلبتوها مني بزاف، حبيت نشاركها معكم نهار اليوم هاي ليك. الزيت نديرها في الاخر، انا الزيت لهنا راح نديرها في الاخر. نفد هذا الادوات تاعي نحطهم لهنا. نروحوا نجيبوا لي غون تاعنا يا الله، يعني هاي ليك نطلق الفازه تاعنا اكيد باش نعجن العجينه تاعنا بسم الله. انا دائما نحب قبل ما نلبس القفازات نحب نشمخ يدي بشويه ما باش تسهل لنا باش نلبسوها، يعني هاي لك لهنا. وماذا بينا قلت لكم تشوفوا الوصفه تاعنا واش درت فيها، وصفه سهله تاع ليمونه، وصفه القديمه كامل يعني كلاسيكيه، فيها كاس تاع حليب، نص كاس تاع الماء، حبه تاع البيض، عندنا فيها مغرف كبيره تاع خميره الخبز بيان سور، ودرنا فيها مغرفه صغيره تاع خميره الحلوى، والزيت راح نديرها مع الاخير. شوف لهنا واش راح ندير، بسم الله نخلط هذو المقادير كامل بيدي هكا لهنا كما راكم تشوفوا، نسيو نخلطوهم كامل يتجانسونا مليح هذيك لهنا هكا حتى وين نشوفوا هذيك السكر ذابلنا الخميره تاعنا تفاعلت هذيك. من الاحسن يكون الحليب دافي والماء دافي. قلت لكم وصفه تاع ليمونه بزاف سهله واقتصاديه، انتوا طلبتوها منا انتوما. شوفوا لهنا نجيب الفارينه تاعي، شوفوا لهنا نجيب الفارينه تاعي بسم الله هذيك نلاقي الفارينه تاعي بسم الله. يعني من الاحسن تكون فارينه ذات نوعيه جيده، يعني كل واحد واش عاد تدي له. حاولت تدي لكم لهنا حوالي رطل حتى 600 غرام عليك لهنا. والعجين تاع قلنا تاع المعجنات كامل كي نخدموا البريوش ولا نخدموا لي كرواسون ولا شي حاجه ما يكونش العجين ولا مملحات ما يكونش العجين هذاك شاد روحه بزاف، يكون شويه طري هذا بينا حسوه شويه يلصق في اليد. راك تشوفوني لهنا في الوصفه هذه مازال ما درتش الزيت، انا الزيت خليها مع الاخير باش نديرها هاي ليك لهنا هايليك. نزيد شويه فارينه غير بالعقل برك بالكم ديروا فارينه باش ما تخدعكمش وتنشف لكم العجين تاعكم، باسكو الا نشفت لكم في الحاله هذه ما نقدروا نضيفوا لا زيت لا حليب لا ماء، يعني انتم غير بالعقل برك. والعجينه هذه يحب شويه نعجنوها، ما نقول البريوش يحب شويه عجين، اذا عندكم بيترا انتم من احسن في البيترا احسن واحسن هايليك لهنا. شوفوا هايليك لها شويه فقط انها مازالها طريه لهنا قلت لكم نتوما. من بعد دلكوها حوالي 5 دقائق حتى 7 دقائق وانتوما تدلكوا فيها هاي لك لهنا. دوكا سي بون ما زدناش فرينه، جست لايم هذه الفرينه اللي راهي لداخل لايمها. من بعد لهنا نضيف لها حوالي زوج مغارف كبار تاع الزيت،
يعني في الاخير باش ندير الزيت لهنا. شوف هاي ليك العجينه تاعي لهنا، باش نضيف لها شويه زيت، قلنا حوالي زوج مغارف كبار تاع الزيت. بسم الله، واحده زوج، هاي زوج مغارف يكفيونا ويوفيونا. الوصفه تاعنا تاع لامونه، وجربوا هذه الوصفه راح تجيكم سهله وناجحه باذن الرحمن من اول تجربه. يعني قلت لكم هذه هي حسنا لما الكوزينه دائما نجيكم مع شيف وليد وصفات سهله اقتصاديه، ان ماذا بين المبتدئين اول مره يجربوا حاجه ينجحوا فيها ان شاء الله. شوفوا الزيت اللي هنا تعاوننا تولينا ما تلصقش. شوفوا سيو نتوما كيفاش تعجنوها شويه، هذيك هنا عجنوها شويه هكا ندلكوها، يعني هي تحب دليك باش يطلق لنا هذاك الغلوتين تاعو كامل الفارينة ويجينا مفخفخ. تشوفوا في ليها مازالها طريه وتلصق، يعني هذيك هنا حتى تولي لكم يدي ملساء تكونوا تخدموا فيها ملساء هكا. شوفوا نخلط فيها مليح حوالي خمس دقائق. انا شوفوا لهنا يكفيني، لاني دائما نقول لكم كي نجيب لكم عجينه معايا اللي تخمر دائما نعجن وحده نحضرها مقبل. اليوم جبت لكم عجينه محضره مقبل. شوفوا هذه العجينه تاعنا والقوام هذا نحتاجه انا، نخلوها هذه تريح ونروحوا نجيبوا الوصفه تاعنا اللي كنت حضرتها معكم. يعني هذه الوصفه تاعي انا اللي كنت وجدتها معكم، بل توجور نمسحوا بون طرافاي تاعنا. لهنا هاي الوصفه تاعي كنت حضرتها من قبل، غادي نغطيها نخليها تخمر نخدمها من بعد. شوفوا لهنا هاي بعد ما العجينه تاعي خليتها ريحت لي حوالي 45 دقيقه مع الجو اللي راه سخون وكل شيء راح تخمر لكم لهليه. شوفوا هاي بسم الله دي غازيوها. شوفوا قلت لكم تجي خفيفه، يعني البريوش تاعكم اي معجنات قد ما تخلوهم يجوا طرايا راح يجوكم خفاف. بسم الله نديروا شويه فرينه لهنا باش ما تلصقناش، يعني ما نكثروش على السيبيون تاعي. نسيدي نديكازيها شويه هكا، من بعد نروحو نجيبو الميزان تاعنا ونوزنوه، يعني كل واحد كيفاش يحب يخدم لامونا. انا اليوم الميزان تاعي، نشوفو الميزان تاعي وين راه لهنا. حاوليك انا واش حبيت ندير لهنا، ما حبيتش ندير حبات كبار، حبيت ندير حبات يكونوا صغار، يعني شغل حبيتهم شغل انديفيديال، كل واحد كيفاش يحب يخدم، كان اللي يحب يديرها خبزه كبيره كان اللي يحب يديرها خبزه صغيره. شوفوا عندي الميزان تاعي نشعلو الاول. بسم الله هاديك هنا نديرو حوالي 80 غرام هكاك، هاديك 83 مليحه لهنا، فيها 107 نقصوها. يعني نتوما سي وزنوهم باش يجوكم حبات متساويين. هاي جاتني 84 مليحه. بسم الله هاديك هنا يوزنوا نقول لكم نتوما 80 غرام باش تجيكم حبه، يعني انسان كيس قهوه بها يعني راح تقنعوا وتكفيه القهوه حليب تاعو. 90 غرام راح نزيد نقص لها شويه وراح تخرج لكم يعني كميه لاباس بها. هذيك 83 مليحه. اللي حاب يدير خبزه كبيره يقدر يدير خبزه كبيره ماهوش مشكل، يعني اللي حاب يديرها كبار يديرها بالحجم الكبير يعني ماهوش مشكل. الحجم الكبير تاع الخبزه تاعنا جينا في الميزان تاعنا حوالي 220 غرام، يعني باش انسان يدير هذيك الخبزه تاع لامونه تاع زمان هكا قلت لكم مليحة نطلعها شوية فقط. نقصوها شوية هاي جينا بالزايد. شوفوا هذي لنا هذي جاتنا حبة كبيرة، معليش هاذي الحبات تاعنا اللي نحتاجهم أنا. شوفوا لنا بعد ما درتهم هكذا كيفاش توني لهنا، شوفوا شحال حبيت راح نكورهم انا بهذه الطريقه، راح يتكوروا وحدهم عليه بحال هنا هكذاك. يعني قلت لكم هكا وحدهم يتكوروا، يعني بيدكم برك كيما نقولوا براحة اليد وهكا دوروا بشكل دائري وحدها راح تشكل الفورم هذه. كاين شوف لهنا كاين اللي يحب يدير لافاني، كاين اللي يحب يدير لها زيت دو سيترون، كما كاين اللي يحب يدير لها المحسن الخبز. انا ما استعملتلهاش لا محسن الخبز، واستعملت المغرف تاع الخميره الكيميائيه في بلاستو لانه محسن الخبز ونقولها لكم يعني انسان الصراحه انسان بزاف بزاف راه مضر للصحه، يعني ماهيش حاجه اللي مليحه. هو صح راح ينفعنا ويخرج لنا نتيجه مليحه
لانه علاش كي نخمروها ما طيحناش، بصح انا عوضتها بالمغرف خميره تاع كيميائيه هذيك تكون مليحه. يعني ماذا بكم ونصحكم باللي ما ديروش محسن الخبز في البريوش تاعكم، وكان نجيو نشوفوا بريوش تاع زمان تاع جداتنا ولا الكحك ولا كل شيء ما يديروش فيه كامل محسن الخبز. بار كونتر هذيك اللي نصيبوه في لي برونجي، يعني اللي قاريين لافينوازي يعرفوا واش معناها محسن الخبز، يعني لامينيورو. لامينيورو انا ما ننصحش به، يعني راهي ماده صح قلت لكم يعطيكم نتيجه مليحه بصح وشنوها راه مضر للصحه. شوفوا لهنا بعد انا ما درت كويرات توعي هذيك زدت انا كملت بها نحطها منا نروح نشوف لهنا كيفاش نشكلها. شوف اليوم غير خبيزات هكا، يعني شغل نشكلهم هذيك نشكلهم هكا، يعني غير حاجه خفيفه برك ما نقوهمش بزاف. نروح نجيب السنيوه تاعي هذيك، خلو لي تساع بيناتهم لانهم علاش راح يخمروا. عليك شوفوا دعنا قلت لكم ما تنساوش خلو لي تساع بيناتهم انهم علاش راح يخمروا لنا الحبات تاعنا ويدو بلاصه. عليك يعني نسيو حاولوا ما ترقوهمش بزاف كيما هذا الشكل. الحبة الأخيرة شوف هذو ما خليهم ومن بعد نكملهم. عمليك الحبات تاعي أنا تاع لامونا شوفوا كيفاش درتهم، درتهم على شكل كيما نقولوا خبيزات يكونوا فردية. أنتم ماذا بكم تخلوهم في حالة يخمروا حوالي نص ساعة، من بعد ندهنهم بصفار البيض ونحطهم في الفرن تاعنا يطيبوا. أي لهنا دوكا بعد ما كملنا الوصفة تاعنا الأولى نروحو للوصفة الثانية. الوصفة الثانية راهي تحلية بالموز، هايليك وصفة سهلة اقتصادية هايليك. نروحو واش نحتاجو فيها؟ عندنا لاكريم باتيسيير. لاكريم باتيسيير كنت حضرتها معكم أنا مقبل بوصفة سهلة واقتصادية وبسيطة، يعني تنجح لكم من أول تجربة بربي إن شاء الله. واش درت لهنا؟ درت 500 غرام تاع حليب، درت فيها 120 ولا 125 غرام تاع سكر، ضفت فيها 75 غرام نشاء، زوج حبات بيض، خلطتهم مليح، طيبتهم فوق النار متوسطه على التحريك المستمر. بعد ما طابوا لي ضفت لهم غرفه كبيره تاع لا مارغارين وخليتها تبرد، نتحصلوا على هذه النتيجه تاعنا. دوكا انا لهنا واش ندير؟ حضرتها معكم في الوصفات اللي فاتوا، تقدروا تشوفوها على صفحتنا على اليوتيوب. انا دوكا راح نطلع الشونتيي نجيب الماء بارد. عندنا ماء بارد باش نطلعو كلمة شونتي، نروحو نجيبو ليسيبيون هايليك. عندنا شوفو كلمة شونتي عندنا الكيلة هذيا بسم الله، نديرو فيها نفس الكيلة تاع الماء بارد هايليك لهنا. شوفو نفس الكيلة تاع الماء بارد بسم الله، يعني ما نضيف لها حتى إضافة، يعني غير هكا فقط ونحركها. نجيبو باتور تاعنا هايليك، يعني شوفوا باتور هايليك نخلطوها هكا. علاش خلطها هكا؟ باش ما طلعناش هذيك لابودر في السما بسم الله. نبدا نحضر بسم الله،
حصلت على كريمه شونتيي تاعي، راني طلعتها كيما راكم تشوفوا لهنا. انا نخلي كريمه شونتيي تاعنا هكا، واش راح نديروا لا كريم باتيسير تاعنا قبل ما نخدموها، بعد ما خليناها بردت بيان سور، غطيتها بابي فيلم او كونتاكت معها، يعني كي بعد ما طابت درت لها المارغرين تاعنا، درت لها بابي فيلم تاعنا ولا بابي كويسون، خليته لاصق فيها او كونتاكت. شوف تحصلنا على هذا القوام تاعها انها راهي ناشفه لهنا. انا ما نحبهاش هكا ناشفه، راح نضربها شويه بالباتور ونخلطها مع لا شونتي في التحليه تاعنا. قلت لكم راح تجينا تحليه بزاف سهله واقتصاديه، وقلت لكم خاصه ان هذوك البنات اللي داو دوكا عطله يقدروا يجربوها مع الامهات تاعهم. نروحوا نجيبوا ريسيبيون اخر وليك لهنا. بسم الله، شوف واش راح هذه لا كريم باتيسير راح نخلطها. قلت لكم وصفه تاع لا كريم باتيسير تاعي هذه راهي سهله، وجربتها معكم في الاعداد اللي فاتت. ماذا بينا تدخلوا اليوتيوب اللي يحوس على الوصفه يديها، ماهوش مشكل، وشوفني كيفاش جوزتها، يعني بلا ما نغسل هذوما لهنا راح نخلطها، يعني نخلطها باش يعني تعطينا القوام خفيف. بسم الله، شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، قوام كريمي، يعني هذا هو القوام اللي تحصل عليه انا لهنا. واش راح ندير انا في الريسيبيون هذا، يعني واش راح ندير؟ شوفوا نعاود نرجعهم لهنا الباتور تاعي، تكون نحتاج نخلطها. عندنا شوفوا لا كريم باتيسير تاعنا، نعاود نذكركم بالوصفه تاعنا واش درنا فيها باش تفهموا مليح لهنا واش راني ندير. لا كريم باتيسير تاعنا واش درت فيها؟ درت فيها نص ريت الحليب، يعني 500 غرام تاع الحليب ولا 500 مليلتر تاع حليب، ضبط فيها 75 غرام تاع لا مايزينا يعني النشا، ضفت فيها 125 ولا 120 غرام على حسب الحلاوه انتم واش تحبوا تاع السكر، ضفت فيها زوج حبات تاع البيض وخليتهم خلطتهم بيان، يعني بارد في بارد خلطتهم بيان بيان. من بعد حطيتهم فوق النار، فوق النار نخلوهم نار متوسطه. يعني شاركت معكم الوصفه وريت لكم كيفاش نطيبوها، يعني الوصف النار تكون متوسطه ونبقاو نحركوا بالتحريك المستمر حتى تعقد لنا. بعد ما تعقد لنا واش نضيف لها؟ مغرف كبيره تاع المارغرين، حوالي 35 ل 40 غرام تاع المارغرين باش تمد لنا لابريونس ومن طوط تمد لنا الذوق. يعني بعد ما غدرتها غطيتها درتها في ريسيبيون كيما هكا، غطيتها بابي فيلم ولا بابي كويسون او كونتاكت معاها، خليتها ريحت حوالي 3 ساعات من قبل، يعني هذا واش درت. بعدها ما بردت وكل شيء خلطها كيما لهنا، وعندي لا كريم شونتي، يعني هذه كريمه الحلواني وهذه لهنا ونسموها لا شونتي. يعني كي نخلطوا كريمه لا كريم باتيسير مع لا كريم، يعني مع لا كريم شونتي تولينا لا كريم ديبلومات. يعني سمحتوني لهنا، سمعوني مليح لهنا وانتبهوا للمرحله هذه، كي نخلطوا شونتي مع لا كريم باتيسير تولي عندنا اون كريم ديبلومات. انا لهنا واش راح ندير؟ راح نجيب مغرف يعني ونبدا نقلب غير بالعافيه. شوفوا لهنا، نروحوا نستقبلوا مكالمة. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك معنا. ايوا بك، يعيشك شاف. الله يسلمك. والله والله الحمد لله، سؤال عليك انت لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، يعطيكم الخير. يا يعيشك، الله يسلمك. قولي برك شكون معايا؟ معك إكرام من قسنطينة. الله يبارك، مرحبا بك سيدة إكرام من قسنطينة، مرحبا بك. مرحبا بك قسنطينة، شكرا. يطول عمرك ان شاء الله سيدتي. قولي اكرام، اسكو اكتشف الوصفه تاعنا راني نوجدوها معكم نهار اليوم، وصفه سهله تحليه بسيطه. نشوف الوصفه الشهيه كمي سيرتو الموز، انا نحب الموز ما نكذبش عليك. الحمد لله يا ربي مليحه. قولي لي برك اسكو سقسيك حاجه، وبرك اسكو ما فات تبعين على مات الكوزينه؟ والله ما سمعتك مليح شاف. نعم قلت لك شاف ما سمعتكش مليح. قلت لك اسكو ما فات تبعينا حسسنا لمة الكوزينة على الحياة تي في. حاجة باينة، حاجة باينة، نتبعك أنت يا شاف ليلى. شكرا، يعطيك الصحة، شكرا على الوفاء تاعك سيدتي. قولي برك اسكو جربتي بعض الوصفات معنا؟ جربتي وصفتنا ولا مازال؟ نعم نعم، سيرتو من رمضان وأنا نجرب أي وصفة نشوفها تعجبني نجربها. الحمد لله يا ربي، يعني إن شاء الله تكوني توفقتي فيهم ونجحوا لك. اصلا اي وصفه نديرها من وصفاتكم تنزل لي، وعيت لكم على هذا السبب، عيت لكم باش نقول لكم شكرا جزيلا على الوصفات. العفو، شكرا كنت على الوفاء تاعك. كلها بساطه، كلها لذه، كلها ما عندي ما نقول. ربي يبارك فيك ان شاء الله، شكرا سيداتي، الله يبارك فيك ان شاء الله، وشكرا على المكالمه تاعك. ما عندك كش وصفه حابه نشاركها معكم ان شاء الله الاعداد المقبله؟
والله انا نحب التحليات ما نكذبش عليك، انا نحب التحليات. راني نشارك معكم اليوم تحليه سهله بسيطه جدا بذوق الموز، يعني قلبي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تجربيها برك معنا سيدتي ان شاء الله اليوم نجربها. فقط فقط تبعينا لاخر حسابك باش تشوفي النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سيدتي متبعك. شكرا ربي يبارك فيك. شكرا يعطيك الصحه سيدتي ربي يحفظك. تحياتنا وتحياتنا ناس قسنطينه. اللهم امين. تحياتنا ناس قسنطينه. شوفوا لهنا قلت لكم راح نخلطوا لاكريم باتيسيير مع لاكريم شونتيي باش تولينا الكريم ديبلومات حتى اللون تاعها يتغير. لهنا راني كملت. شوفوا كملت خلطتها معكم، يعني هكا نحطوها لهنا ماليه. كملت خلطتها، شوفوا القوام تاعها، شوفوا اللون تاعها، يعني بسم الله ما شاء الله باش تشوفوا لا ديفيرونس بين كريمه الحلواني يعني لا كريم باتيسيير وكريم لا كريم ديبلومات. شوفوا يعني خفيفه خفيفه ما شاء الله. شوفوا هاي نحسوها اون موس، يعني هاي لو كان زميلي كاميرامان يوضح لهم في الصوره. يعني شوف لهنا بسم الله ما شاء الله، يعني هذيك خفيفه متجانسه مخلطه بيان كما نقولوا هذيك، يعني ما تخافوهاش كي راهي خفيفه دوكا لانها راح تبرد. يعني التحليات نعرفوهم ومعروفين ينتكلوا باردين. شوفوا الحاجه الاولى اللي راح نديرها هذا كملت بها نحيها منا هذيك. الحاجه الثانيه واش راح ندير لهنا؟ شوفوا يعني هنا هذا هو صح لاباس تاعنا. من بعد راح نديروا الحاجه اللي حبيناها. شوفوا واش عندنا. عندي لي بودوار، لي بودوار تعرفوهم يجوا طوال. شوفوا كيفاش قطعتهم انا حوالي نص سنتيم هكا الوحده. عندكم ميزانكم انتم، ما ديروا الكميه اللي حبيتوها. انا راح نخلط ونشوف. شوفوا واش درت، يعني راح ندير هذه الكميه كامله، هذه راح نخليها لهنا. شوفوني لهنا مليح واش راح ندير. يعني هذه هي الوصفه تاعنا ونحوسكم تنجحوا فيها باذن الرحمن. كي تاكلوها راح تجيكم بزاف هايله وتدعيوا لي معكم. هذا واش نحوس الله تدعيوا لي معكم كي توفقوا في الوصفه هذه. شوف عندنا حبات موز، يعني انتوما واش حبيتوا؟ انا لهنا نقول لكم ديروا الموز، يعني لهنا ننصحكم ديروا الموز. حبيتوا ديروا فراز نكوها بذوق الفراز، حبيتوا ديروا اناناس ذكوها بذوق الاناناس. هاي ليك الموز تاعنا، يعني نقشروه نروحوا نجيبوا لا بلونش تاعنا باش نقطعوا الموز تاعنا. هاي ليك يعني عندنا زوج حبات بنان، يعني حيكفيو لي الكميه هذه، يعني كي ناكلوا راح نصيبوا فيهم ذوق الموز. ولكم تحليه بزاف هيله ورائعه جدا. يعني هذيك لهنا شوف واش راح ندير. بسم الله قطعوهم شرائح هكا، ما يهمش الحجم تاعهم اسكو يكونوا متساويين ولا لا. لا سيو قطعوهم برك شرائح. هكا يعني فقط لهنا نحطها نضيف حبه ثانيه نقطعها. بسم الله ولكم تحليه سهله بسيطة. هذيك لهنا شوفوا هذا واش نحتاجو حنا في الحلوى تاعنا، يعني التحلية تاعنا. هذا واش كاين؟ زوج حبات بنان قطعتهم. شوفوا واش راح ندير، راح نخلطهم لهنا ما تخافوش. ديروهم كيما راهم هكا، من بعد راح نخلطوهم بيا راح يتجانسنا كلش. يعني جينا مخلط بين الكريمه تاع ديبلومات، يعني اليوم ان شاء الله تكونوا تعلمتوا وصفه لا كريم ديبلومات. يعني هاليك وريتها لكم لهنا واضحه وسهله قدامكم، يعني نتمنى برك انتوما توفقوا فيها. شوفوا يعني حاجه سهله كيما هذه جيب لي ربي بلي ما كاش تحليه. شوف لهنا واش نبدا ندير، نخلطوا من فوق لتحت. بسم الله هايليك. ما ننصحكمش تضيفوا لهنا منكه تاع الموز نو، باسكو البنان تاعنا راح يكفينا. حنا قلنا نديروا هذاك المنكه على جال الالوان ولا كولور تاعها يتشبه لا كولور تاع الموز. يعني يعني هاي تشوفوا دوك تشوفوا هذاك البودوار. كاين بزاف ناس راح يتسائلوا يقول لك هذاك لي بودوار حيبقاو يابسين. نو باسكو لا كريم تاعنا مازالها طريه، راح هذيك الرطوبه تاعهم يمتصها البودوار تاعنا وكي ناكلوهم راح يجوا يعني يذوبوا في الفوم، يعني مش حتجي هذيك الحاجه يابسه. شوفوا خلطوهم من الفوق للتحت باش يتجانس لكم هذاك البنان مع لي بودواغ تاعكم. شوفوا مازال يعني لا فينيسيون تاعهم هذيك لهنا. خلوهم يرتاحوا شويه لهنا. نروحوا للبريوش تاعنا اللي شوف راه خمر، يعني باش ما يطيحليش ندير له البيض. من بعد نروحوا نديروا وصفه اخرى ان شاء الله.
يعني نديروا التحليه تاعنا نزينوها، نروحوا للبريوش تاعنا نطيبوه، شوفوا خلوها كيما راهي لهنا هكا، خلوها جست راح ندير البريوش تاعي نعاود ولي او ميم طون تكون شربت شويه. انا راح نجيب يعني ريسيبيون تاعي هاوليك لهنا، يعني واش ندير فيه؟ هذو ما راهم نقايا، نفصل فيهم صفار على البياض فقط. شوف هنا بسم الله، باسكو كي ندوريهم نحب ندوريهم دائما بالصفار فقط. عليك ندير زوج صفار تاعي بسم الله. علاش انا نحب ندهن؟ قلت لكم غير بالصفار فقط، يعني مازلنا ديك الحموريه شابه وحدها، البياض بيض تاعي لهنا ما نحتاجوش. هنا نجيبو بانسو تاعنا باش ندهنو به، بيان سور هاوليك البانسو. راح نجيب البريوش تاعي درك نوريكم الحجم تاعو كيفاش ضاعف لنا. هاوليك بسم الله ما شاء الله، يعني بريوش وعليه الكلام. هاي لامونه تاعنا، شفتوا الحجم تاعها كيفاش ضعفت؟ يعني حتى الفراغات ما بقاتش بزاف، انتم سيو خلو فراغات كيما لهنا انا دوك يزيدوا يطيبوا يا حي يلصقوا لي ثما. شوفوا غير ليجيرمون برك خفيف خفيف برك، هذا ما كان علاش لو كان نابويو عليهم بزاف راح يطيح لنا الخميره، وهذاك هو الدور المحسن تاعنا، المحسن تاع الخبز الدور تاعو انه كي ندهنوهم دوكا ما يطيحوناش. بصح قلت لكم راه يعني خطير بالكلمه بالمصطلح هذا نقدروا نقولوا خطير على الصحه، يعني ماشي مليح. هو صح قلت لكم راح يعطيكم نتيجه مبهره وكي يكون عندكم لاشارج وكل شيء، بصح ما ننصحكمش به. على هذاك عوضتها انا بالمغرف تاع خميره كيميائيه هكذاك يشد القوام تاعها اكثر واكثر. انا ما حندير لا جلجلان لا والو، راح نزينو من بعد ان شاء الله بالكريمه بيان سور، راح نحشيوه بالكريمه بيان سور. كي نقولوا لامونه راح تكون فوري، راح تكون كما نقولوا حنا معجونه الداخل، نديروا لها لاكريم تاعنا باش تجيناش ناشفه. ومعروفين يعني لامونه من زمان ناكلوها بلاكريم تاعها الداخل، ولاكريم هي نفس لاكريم تاع واسمو لاكريم الحلواني ولا لاكريم باتيسيير. انا هذو كملت بهم سي بون، نحطهم هنا دوكا ما بقى لي غير نحطهم في الكوشه ونجو نعمروا التحليه تاعنا مع بعض. عليك نخليهم يطيبوا، نروحوا للتحليه تاعنا. التحليه تاعنا لهنا واش نحتاجوا؟ قلنا التحليه تاعنا نعمروها ليفيرين تاعنا مليك. هنا انا حبيت ندير زوج فرديه وندير واحد بحجم كبير، يعني وتولي لكم انتوما ديروا واش حبيتوا. هاي ليك لهنا بسم الله، بعد ما تخلطت لنا هاي ليك عمروها هذا سيو السيبيون تاعكم يكون توجور نقيقي. راح تجيكم قلت لكم تحليه سورتو كي تنتك البرده تجيكم بزاف هايله. شوفوا لهنا عم يقولنا بلي كاين مكالمه، نروحوا نستقبلوا المكالمه الهاتفيه. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك معنا. الله يعيشك ربي يعيشك يطول عمرك، واش راكي لاباس؟ والله الحمد لله الحمد لله بخير. وانتم والله ما شاء الله، قلت لكم مادام انتم راكو تعيطوا لنا وتسقسوا علينا وتونسونا على حصه الملك الكوزينه. الله يبارك خيار ناس، ناس قالما ما شاء الله في عمرك. مرحبا بك مرحبا بك ناس قالما، واش راكي لاباس سيدتك؟ مليحه صحتك بخير الله يعيشك. الله يسلمك، واش راكي سيدتي مع لمة الكوزينه؟ اسكو تشوفيها ولا لا؟ والله نشوف نتبع في القصه تاعكم ديما. شكرا. عجبوني الوصفه تاعك، يعني ممتازين وسهلين. ربي يحفظك. ونقدروا نفهموهم. يعطينا الصحه، ماشي كما نقولوا اقتصاديين وناجحين، هذاك هو الصح يعني سيداتي. والله ربع الله يبارك، يعني تنعطي في حاجه في قمه، يعني ماهيش باعه ولا. الله يبارك فيك. بسيطه ومفهومه والله يبارك. الله يبارك فيك، وهذاك هو الهدف تاعنا، ماذا بينا نجيب لكم وصفات اقتصاديه سهله بسيطه وتقدروا تجربوها من اول تجربه وتنجح معكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وي سيدتي اسكو اسكو عندك كاش وصفه تعتمد ديما لقدام؟ شكرا الله يبارك فيك. وي اسكو عندك كاش وصفه حابين نشاركوها معكم ان شاء الله؟ ها كاش وصفه حابه نشاركها معكم في الاعداد المقبله ان شاء الله؟ ان شاء الله يا ربي نشوفوها ونتعلموها بزاف ان شاء الله. وانت عندك كاش وصفه حابه نشاركها معك في الاعداد المقبله ان شاء الله؟ ااا أه. نعم
والله يعني عادي. يعني كاش حاجه ما تصلح لكش ولا حاجه بحبت تعلميها بالك؟ لا لا ولا الحمد لله، اي وصفه يعني نتبعها يعني الحمد لله يعني نستفيد ونتعلمها، بالعكس نجيب نتعلمها اكثر واكثر. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. هذاك هو صح يعني انسان نعدتونا يعني ما بخلتوناش يعني الحمد لله. ان شاء الله ربي يقدرنا باش نمد لكم اسرار يعني شغل الوصفات باش تنجح لكم وتكون معكم سهله وبسيطه وتقدروا توجدوها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ونشكرك على الوفاء سيدتي، شكرا ربي يحفظك. ان شاء الله شكرا ربي يبارك فيك يعطيك الصحه. شوفوا لهنا بعد التحليه تاعي ما عمرتها في لي بلاطو يعني في لي فيرين ولا عمروها انتم وين حبيتوا، يعني حجم انديفيديوال هاي اللي كنديرها كيما لهنا هذو مزوج وحجم عائلي كيما هكا تقدروا حتى تدوها معكم في ضيافه ولا لهنا التزيين تاعهم. واش نحتاج؟ نحتاج كريمه سائله هاي اللي عندي 200 غرام، يعني كريمه سائله 200 غرام. نجيب مغرفه لهنا باش نفرخها كامل بيان. شوفوا واش راح ندير لها، هذه اللي يحبوا يخدموا لاكاناش، يعني احنا نخدموا لاكاناش لهنا. كاين بزاف ناس تسمع لاكاناش ما تعرفش شنو هي لاكاناش، انا جبت لكم وصفه اليوم تاع لاكاناش يعني باش نخدموها. نشعل الفرن تاعي نحطها لهنا تسخن، يعني ما تغليش جوست حتى تاخذ الغليه نحيها هاي لك لهنا. شوفوا عفوا شوفوا لهنا نخليها تسخن لهنا يعني غير بالعقل برك. عندي لهنا شيكولا بالحليب، انا انتم تحبوا تستعملوا شيكولا سوداء ولا استعملوا واش حبيتوا، انا استعملت شيكولا بالحليب يعني هايكا. خليها تغلي. شوفوا شيكولا تاعي كنت قطعتها هذه بتي مورسو كيما راكم تشوفوا لهنا هايليك. نروحوا نشوفوا هنا بريوش تاعنا راه ما شاء الله يعني نضرب عليه طله وي راه ما شاء الله يعني بريوش راه الله يبارك يعني جاي في طريقه جوست. شوفوا لهنا هاوليك لهنا جوست حتى تاخذ نار غليها ما نخلوهاش تغلي. شوفوا لهنا واش قلت لكم خلونا الوصفه تاعنا هاي ليك تاع لاكاناش جوست حتى ياخذ لنا غليه ما تغليش جوست تاخذ غليه ما نخلوهاش تغلي. هي الشيكولا ما حنذوبوها في حمام مائي ولا راح نذوبوها لهنا. الشيكولا هذه قطعتها مكعبات كما تشوفوا لهنا، يعني جيبوا الشيكولا ذات نوعيه جيده، يعني كاين بزاف انواع تاع الشيكولا في المارشي دوكا تقدروا انتم تخيروا النوع اللي حبيتوه. جوست نشوفها في الجناب تاعها بدات تغلي كيما دوكا نحيها. لهنا كي نحيتها نطفي الفرن تاعي. الشيكولا تاعي عندي شوفوا لاكاناش تاعنا حنخدم لاكاناش، عندي 200 غرام كريمه سائله 200 غرام شيكولا، يعني شوفوا لهنا هكا شوفوا لهنا شكرا هاي ليك لهنا. شوفوا نخلطها هكا خفيف خفيف ونخليها خليها يا ربي واحد ما دقيقه ومن بعد نخلطها بالشيكولا تاعنا تذوب لنا كامل، يعني ما نحتاج حمام مائي ولا نحتاج كاش حاجه، يعني فقط غير هكا كما راهي لهنا ونبدا نحركوا غير بالعقل لهنا كما تشوفوا هاي ذوبنا وحدها. هذه يسموها لاكاناش، يعني تحصلنا على لاكاناش تاعنا شيكولا حذوبنا مع كريمه سائله وحطينا بنا بزاف هيله. شوفوا هذيك غير بالعقل حتى تذوب لكم الشيكولا كامل وحتى تمد لكم هذاك اللمعان اللي انا نحوس عليه ونحتاجه. روحوا نستقبلوا مكالمة. الو 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 مساء النور. مساء النور واش راكي اختي لاباس؟ صافا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. قولي لي برك شكون معايا ومنين؟ نعم معك منال من الجي. شكون من الجي؟ منال من الجي. مرحبا بك واش راكي اختي لاباس بخير؟ الحمد لله يا ربي. والله صافا الحمد لله يا ربي مادام انت كي تعيطي لنا وتواصلي معنا انا الحمد لله. وي برك اسكو ما فاتبعينا على حصه لمه الكوزينه ولا لا؟ لا وي بون انا ماشي بزاف مي لا داغون لي مول فاتبعكم الحمد لله. اسكو جربوا الاطباق تاعنا ولا ما جربوهمش؟ جربنا ديجا تاكوس لا دانيا فوا. الحمد لله يا ربي وعجبتكم جات مليحه؟ جا مليح تاكوس يعطيكم الصحه. الله يسلمك الله يسلمك. اسكو عجبكم؟ وي وي يعطيكم الصحة. شكرا ربي يحفظك ويعطيكم الصحة أنتم مع المتابعة تاعكم مع الوفاء تاعكم لينا. Alors aujourd'hui, nous avons de nous rendre nous sommes la recette à l'écrêpe. L'écrêpe, بربي إن شاء الله بإذن الرحمن نشاركوا معكم وصفة على الكريب. تحبيهم كولستيون ولا نورمال؟ نورمال. نورمال. بإذن الله.
باذن الله ماهوش مشكل سيداتي، نشارك معكم وصفه تاع لي كراب ان شاء الله، وراح تكون وصفه ناجحه ان شاء الله باذن الرحمن. تبعينا انت فقط على لمه الكوزينه. داكور ميرسي. شكرا، ربي يحفظك، الله يجازيك، شكرا على المكالمه. شوفوا لهنا واش راني ندير انا بعد ما خدمت لاكاناج تاعي. جو بونس كل يوم ما شاء الله كامل تعرفوا تخدموا لاكاناج، يعني كاين ناس يعرفوا يخدموها ما شاء الله عليهم، كاين ناس يسمعوا بها لاكاناج، وعباكم كي نهضروا على الكلام فراش ونهضروا شيكولا كاين بزاف تخاف، ناس تخاف يعني تقول لك انا شغل ما نخدمهاش باسكو ما تصدقليش باسكو ما تصلحليش، بصح بربي ان شاء الله اليوم كي راكم تخدموها معايا ان شاء الله هكا على المباشر راح تشوفوها وتجيكم سهله وناجحه باذن الله. يعني تقدروا تخدموها بزاف تحليات يعني ديروها هاي لك، شوفوا نغطيها غير بالعقل برك هكا غطيتها طبقه يعني الاخيره، نزينها بالفراوله ونخليها تبرد في الثلاجه وصحه ولهنا. شوفوا هاي لك لهنا لاكاناج تاعي، نجيبوا نسحوا بون طرافاي تاعنا هاي لك، شوفوا السيون نقوا لي فيرين تاعنا نمسحوهم بيان، شوفوا هكا هي السيون لي فيرين نتوما ما تعمروهمش بزاف بزاف، علاش راح ديروا فيهم الطبقه تاع لاكاناج، وماذا بيا تكون طبقه لاباس بها تاع لاكاناج راح تمد لكم بنا بزاف، يعني الشيكولا والموز نعرفوهم بلي يتماشاو، يعني الشيكولا والموز راح يكون بزاف هايل، يعني تحيه راهي في لاباس دو بانان. دونك نتمنى تعجبكم، نروحو نديرو التزيين تاعنا تاعنا فقط، يعني حبات فاروله، يعني لو كان نزينها بالبنان البنان محشي يعطيني لون كما نقولك ياتيري بوكو بلوس، مي بار كونتر الفاروله راح تعطيني هذاك اللون تاع الشباب. هاي ليك الفاروله تاعنا بلونش تاعنا هاي هنا، نجيبو لا بلونش تاعنا توجور نخدمو فيها. شوفو كيما لهنا واش راح ندير، هنا واش رايكم شوفو واش راح ندير، ندير جوج حبيبات هكا صغار، يعني هكا بسم الله، يعني ولا ثلاث حبيبات هكا صغار بينا شابين، يعني في التحلية نزيدو نشوفو حبيبات صغار كامل بيجونا شابين، دوك حبيبات صغار أنا نحب نصغر نزين بيهم هذا التزيين باش يعطيني بوكو بلوس. سكو علاش الالوان يلعبو دور، و شاك فوا نقول لكم العين تاكل قبل الفم. هكا هنا واش راح ندير، نقسم حبة على اثنين هنا ونزينو بها طبق كبير تاعنا هذاك اللي درناه بحجم عائلي. الفراولة بيان سور راح نكونو غسلناها من قبل، انا غسلتها بليزيور فوا. شوفو كيفاش راني حاب نزينها، نتوما كل واحد وتخيل تاعو، يعني التزيينات راح تكون على حساب المخيلة تاعكم نتوما واش حبيتو. شوفوا لهنا نروح لبراسي، هذوما الادوات اللي ما نحتاجوهمش نحطوهم هنا في الجنب هكا باش تكون الصوره تاعكم واضحه لكم كيما هكا. زين قلت لكم راح يكون اختياري، يعني كل واحد كيفاش يحب يزين، يعني هكا نزيد لها انا سي بون نزيد لها هكا، يعني هكا زينتها بالفراوله تاعي. شوفوا واش عندنا التحليه تاعنا هامليك، بقانا غير البريوش برك تاعنا نكملوه لهنا عليك، نمسح البلون طرافاي تاعي سيون دي براسي هكا باش تكون الصوره تاعكم واضحه، يعني سيو كامل نمسحو هكا عليك. التحليه تاعنا راهي واجده تاع نهار اليوم، دوكا بقى لي غير نروح نشوفو البريوش تاعنا ما موراه طاب من تحتها جا ما شاء الله البريوش، نروح نشعلو من فوق انا نخليه احمر فقط، يعني بعد البريوش تاعي ما راح يحمر لنا، انا واش راح ندير له نجبدو نخليه يبرد، راح نقسمو اون دو بيان سور راح نقسمو اون دو. عندي لا كريم باتيسير هذيك اللي كنت خدمتها معاكم بليزيور فوا وخدمتها معاكم كيما نقولوا قلت وجدتها معاكم اليوم، راح نحشيهم الداخل ونحطهم في طاوله تقديم. دوكا بقى لي غير نقول لكم نروحوا فاصل ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله بعد الفاصل في الاطباق النهائيه تاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم معنا في الاطباق النهائيه تاع نهار اليوم اللي تحضرت معكم وصفه ليمونه على الطريقه تاعي انا، درتهم اليوم كما نقولوا خبيزات انديفيديوال كما راكم تشوفوا فيهم لهنا، يعني خبيزات يعني فرديه كنت بعد ما طابوا لي شوفوا خبيزه تاعنا جو حموره يعني بيان دوري، واش درت لهم بعد ما بردوا شقيتهم انا في الوسط لهنا،
يعني كانت عندي كريمه الباتيسير تاعي اللي كنت حضرتها معكم مقبل، كنتوا تعرفوها، يعني وجدت لها شويه شيكولات ارتيني خلطها معها بيان وفارسيتها لداخل، يعني فوريتها لداخل، كي داخل كي ناكلوها ما تجيناش ناشفه، تجينا بالذوق الكريمه تاعنا تاع ذوق الشوكولاته، يعني ما كانش يحب الشيكولا وما كانش يحب لامونه، يعني مع زي مع الاخر زينتهم بشويه فريز هكا، يعني شرائح تاع الفريز وشويه تاع السكر كلاس. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم لامونه تاع نهار اليوم وتجربوا الوصفه كامل وترجعوا لنا ان شاء الله يعني الخبر اللي نجحت لكم. واخيرا يعني درت معكم التحليه يعني بسيطه جدا سهله، بصح من قد ما نحكي لكم على السهوله تاعها، يعني عفوا قد ما نحكي لكم على البنه تاعها، يعني فيها بنه يعني بزاف هايله، نتمنى تجربوها الوصفه تاعنا بزاف هايله، فيها ذوق البنان، فيها ذوق لاكريم ديبلوماد، يعني تعلمتوا ديجا لاكريم ديبلوماد تخدموا بها الفيرين تاعكم من ورايح مزيج، قاعد تحوسوا على لاكريم وحده اخرى، ونتمنى تجربوا الوصفه هذه. زدت معكم لاكرناش تاعها راح يعطيها حلاوه اكثر، لانه ما درتش الحلاوه بزاف، والقناش كاينه حاجه برك يتمشى مع البنان، يعني شوكولاته تتمشى مع البنان. وجربوا هذه الوصفه كامل ان شاء الله تنجحوا فيها، ويعني تجيكم بنينه ان شاء الله، وبيان سور نتلاقى في عد مقبل ان شاء الله. ونشكركم على الوفاء تاعكم والمتابعه تاعكم تاع نهار اليوم، نتلاقى في حصه مقبله ان شاء الله بوصفات جديده، وصفات اقتصاديه واكيد ناجحه باذن الرحمن 100% ان شاء الله. شكرا على المتابعه.